صح. السلام عليكم. الحمد لله تمام. الله يجزيكم ان شاء الله. هذه كلها توابل، هذا كذلك كاس. السلام عليكم. هذه كلها توابل خاصة بشهر رمضان. هذا المكان كذلك. سوق كبير يا وسيم. سوق كبير. كبير. حتى العصافير راهم سمعتين هنا يعني، شوف حتى العصافير هنا. عصافير في كل مكان هنا. السلام عليكم. هذه كلها توابل. توابل واحد توابل بزاف انواع التوابل. الله يبارك فيك. رانا نعتوا الاخوه المغتربين والاخوه اللي ما يعرفوش مغنيه، انه مغنيه معروفه بالتوابل تاعها، يعني معروفه بالتوابل. واش تصب معنا هذا العام؟ لا زياره فقط، زياره. الله يبارك فيك يعطيكم الصحه. شوفوا اقبال كبير يعني تاع المواطنين، اقبال كبير قلت تاع المواطنين. شوفوا اقبال كبير تاع المواطنين على التوابل. شهر رمضان قاله ايام يغتنموا فقط. صح صح صح. ربما حتى الايامات الاخيره هذه من رمضان يكون اقبال كثير تاع الناس. اقبال كبير. صح. شوف ال السلام عليكم. هذه كلها توابل. شوفوا الله يبارك يعني. شوف الديكور، شوفوا جماعة الديكور. شوف شوفوا رمضان كريم بالديكور. مبارك مبارك رمضان مبارك كريم مبارك. السلام عليكم. 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 الحاج واش راك خويا لاباس؟ الله يبارك فيك. سي الحاج ربما لا تعطيني كلمه على خصوصيه هذا الشهر الكريم هنا في مدينه مغنيه. والله يا اخي هذا الشهر الكريم ننتظروه كل سنه بفارغ الصبر هنا في السوق المغطى بلديه مغنيه. عطور وتوابل نوعيه جيده. صح. يعني ويقول انه يقال انه كذلك من 58 ولايه يجيوكم هنايا رمضان. واه من 58 خاصة ايام الاسبوع الخميس والجمعة والسبت. ايه. ويجينا يعني من كل انحاء الوطن من شرق الجزائر حتى من الجنوب. ايه. يجوا عندنا هنا يشريوا العطرية والتوابل. لانها يعني توابل جيدة وممتازة. صح وخاصة يعني خاصة. خاصة. الله يجزيك. رمضان كريم ان شاء الله. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يجزيكم ان شاء الله. السلام عليكم. هذا هو اجواء رمضان. لنا فيسبوك طقنا بعد الحاج النوالي مصطفى. ها لا قصد ما تقول.